للتاريخ مرفوع الجبين. أنت في الخلد أعز الخالدين، أنت في التاريخ مرفوع الجبين. وفر الحظين من دنيا ودين، وفر الحظين من دنيا ودين. ذكرك الغالي على مر السنين سوف يبقى عاطرا. يا شهيد الوطن يا مثال الوفاء، يا شهيد يا شهيد أنت أغلافك يستحق الثناء. يا شهيد يا شهيد يا شهيد الوطن. أنت بالروح ابتديت الوطنا، بعته الروح فهاك الثمنا. أنت بالروح ابتديت الوطنا، بعته الروح فهاك الثمنا. خذه تمجيدا وذكرا حسنا، خذه تمجيدا وذكرا حسنا. يملأ الدنيا ثناء وسنا، جنة الأبطال في الذكر الحسن. يا شهيد الوطن يا مثال الوفاء، يا شهيد يا شهيد أنت أغلافك يستحق الثناء. يا شهيد يا شهيد يا شهيد الوطن. هذه بلاصه فاليرو، ها هذه بلاصه فاليرو هنا بلاصاص، ها هذه نتاعو، ها هذه هي بلاصه فاليرو بلاصاص. هنا كان فاليرو اليهودي هنا. وين هذا فاليرو؟ فاليرو شاف شاف تاع الحركه هذو. هذا كانت داخل المعتقل ككل في وسطو الحدود تاعو. ها ايه هو كان هنا، هذو هنا كانوا باطيمات، هذو هم كانوا باطيمات، باطيمات على اساس هذا كل مكان مبني. ايه ولاد كاين في الصورة هذيك اللي محطوطة تما، هذيك الصورة حقيقية. هذو ما هذو انتم كي استقلينا كانوا موجودين ولا ما كانوا؟ كانوا موجودين، كانوا موجودين. وش صرا لهم؟ طيحهم الشعب ودا بنا بهم وراه. هذو كانوا موجودين حتى ال 75. ايه. ها؟ 75 اي إيه. ورابوا انت مغبنين بالله. اه مستجدات انت حاجه مستجدات عليهم. اه مستجدات هذا ايه هذا كلهم. هذا السيسان تاع الباطيمات هم راهم كل باطيمه وحده. هذه باطيمه انا هذه كانوا المطار تاع الطياره الهاي. المطار تاع الطياره الهاي وين الخضوره هذيك؟ ايه كان المطار تبقى. وكاش ما احتفلتوا من قبل بهذا الذكرى تاعو ولا ما كان؟ أول مرة. أول مرة. وقد فيه شهيد المربع هذا؟ وكاين اللي ما ذكرتوهمش ولا ذكرتوهم؟ ذكرناهمش. كاين عندنا شهيد مفجر ثورة أول نوفمبر في خنجلة منا في المنطقة وزايدة. عليك الشرود. عليك الشرود. رحمه الله. ورحت ثاني درت فيديوهات عليه سميتهم على خطى الأسود في جرجرة في الأوناس. إذا هذه وشني؟ هذه هي الخريطة تاعهم. هذه هي مبنية من الطريقة الأولى تاعها. هذه هنا كان فوق هي العساس الفوق. العساس الفوق. آه. هاي دوكا نبداو. هنايا نحكيو والله شوف وين ما كانش الريح برك الريح اليوم قوي شوية. شو منا؟ ها؟ عندنا مشكل الريح وعندنا مشكل الضوء. الضوء ما كانش الريح. هاي هاي يا استاذ هروح هروح ولا هنا
قدموا لنا انفسكم قبل التاريخ، لازم الرجال يعرفوهم وليه. تفضل سيدي، شكون انت؟ شرود الطاهر بن عيسى. انت اسمك على اسم شهيد. اي من الله يبارك. هاي وش اللي خدمتك؟ خدمتي الان هي وش اللي مدير مدرسه تعليم سياقه يسمى الله يبارك. الله يبارك. احكي لنا دوك وش تحوس نحكيك اخويا على هذا المركز تاع التعليم. هذا مركز تعليم قلنا النهار الاول خدموه نتاع قريه نتاع الزيتون. وش من عام؟ خدموه الله اعلم في 44 ساعه، انا ما زدتش 44 43 هكا. ومن بعد كانت الثوره وطاح المعتقل نتاع شلال. اسمح لي، خدموه ضمن مشروع تاع الزيتون. تاع الزيتون اللي يسكنوا فيه الناس. اه باه يجيبوا فيه الناس، يلايموا فيه الناس. ايه وتبقى الارض هذيك زيتون، غرسوها مقروسه خلاص. اه من بعد كانت الثوره وطاح المعتقل نتاع شلال ما سكنوا فيه حتى واحد، ما كانش مسكون. لماذا ما كانش مسكون؟ الشعب ما حبش يسكن ولا كيفاه؟ ما سكنوا، ما سكن الشعب. اها من بعد كي نات الثوره وطاح المعتقل نتاع شلال، ولاو هذا داروه مركز تعذيب، والجرب داروه معتقل سياسي، وبناو هذو. هذو كانوا مش مبنيين هذو. كي عاد معتقل تعذيب بناو هذو ويديروا فيها المحابيس. سما ما كانش محوط من المره الاولى. ما كانش. كان على شكل قريه. من بعد كي جاو حوطوه بالسلك. وهذو فوقهم العساسه. وداروا ربع قريطات. ربع قريطات. وهذه واحده منهم. وهما كل على نفس الشكل يعني. نفس الشكل. الله يبارك. كانوا يديروا بها حتى 20 واحد هنا الداخل. شنو 20 واحد؟ محبوس. وين يحبسوهم؟ يديروهم هنا الداخل. هنا في هذا ال هذه في ذاتها. والعساس فوقهم هنا. ها؟ من ضمن هذو اللي تعرفوهم اللي كانوا اعتقلوهم وحطوهم هنا؟ منهم ابوي ربي يرحمه 20 يوم في هذه القريطه اللي من هنا. 20 يوم. هذوك نروحوا لها نشوف. كان ثم 20 يوم. ومن بعد ال 20 يوم ما استنطقوه، ما كان والو، داوه للمسيله المخرقه. خلاص. المخرقه داوه البراج. مخرقه راه في جنان بوديعه. في جنان صحيح. صحيح. ومن بعد داوه البراج. ومن بعد داوه للسطيف، ولا حول عين تمشين ثلاث سنين حتى ال 61 وباجا. راح يرزق ولا؟ لا تربي يرحمه. ربي يرحمه. سما انت الحق الاستقلال هو. الحق الاستقلال. وقتاش توفى؟ تزوج وجاب اولاد اخرين. الله يبارك. قعد العمر. ايوه. بيت ليله في البسان. ليله بيت في البسان. وين البسان هذا؟ هنا. داوه الدوزيام بيرو ولا ما داوه؟ لا في الدوزيام بيرو. شنو؟ لا لا الدوزيام بيرو تاع مسيله. داوه المخرقه. لا لا مخرقه وحدها. داوه الدوزيام بيرو كيما راه طرقي. صحيح. وداوه المخرقه. وداوه المخرقه بلاصه يفكتيو فيها كل واحد وين يروح. ما داوهش القصر الطير. لا لا راح العين تمشي. الله يبارك. ها؟ ومن بعد جا الاستقلال 61. هو كان هنا، وش حكى لك عليه على نفسه ثم هنا؟ وش داروا فيه؟ داروا فيه الشيء اللي ما داروش. احكي لنا بعض ما داروا فيه. هنا سدروا مخرق بالدخان. ضروسو نحاوهم له. داروا له حاشم يسار اشتري الشيتي فيه محاشمو. ما خلاو له والو. وهو ليه داروا فيه الشيء هذا كله؟ مبيوع، باعوه في داي. هي كانوا يحوسوا يستنطقوه، يحوسوا يخرجوا منه معلومات. الله يجيب ناس. وعلاش كانوا يسقسوه؟ يجي وين الفلاق انا من يجي، وعاد وين اللي يخدم، وين اللي يلم الاشتراك، وين كاش ما قبضوا. هو عنده وثائق ولا؟ ما قبضوا عنده والو. ما قبضوا. غير هذا شكون اللي كان هنا؟ غير الوالد تاعك ربي يرحمه. كاينين ناس بزاف. اذكرنا بعض الاسماء. كان منها قنفود محمد، هذا جابوه ربي يرحمه هنا باه يستنطقوه، وعلقوه من رقبته، انقطعت رقبته ولا هزوه للدار تاعو ومات. مات هنا. مات شهيد. هو ربي يرحمه ويوسع عليه، هو الوحيد اللي مات شهيد ولا كاين مجموعه ماتت لهنا شهداء في الاستنطاق؟ هذا اللي سمعنا به، الاخرين والله ما على بال. عاود لي اسمه قلت لي؟ قنفود محمد. قنفود محمد. يكون قنفود الحملاوي هذا؟ يكون ليه بن عمه. بن عمه. ايه ربي يرحمه. سما هذو زوج شهداء من الامام فهم. زيد. وينك؟ واش نزيد؟ في المعتقل احكي عليه. معتقل جا الاستقلال انا استقلال. كي جا الاستقلال لقيتوه كما لقيتوه في حيوطه الدم ولا ما لقيتوهش؟ كان فيه جنبير وفيه الدم وفيه المطامر وفيه كلش، وكاين منا تريسيتي ومنا عقب الجهه الاخرى فيها المطامر. كاش ما لقيتوا عظام تاع ناس مدفونين ما على بالكمش بهم؟ ما لقيناش. ما لقيناش. اهي؟ ما لقيناش.
وقطع سلاح ولا والو ما لقيتوش؟ والو والو كلش راح. كي رحت فرنسا قعد مفتوح ولا كان مسكر بوقت الاستقلال؟ قعد مفتوح. راحوا خلاوه كيما هو. خلاوه كيما راه. هزوا السلاح نتاعهم خلاوه بيبان ومريقل كيما راه. ما جاتش جمعية ولا مجاهدين حاولوا يحافظوا على المكان ولا ما كانش؟ ما كانش، كان الوالد نتاعي يحافظ ولكن ما قدرش، هم يعرفوه كل حافظ حافظ ما قدرش. والصراحة ولا هكا دمروه والصراحة؟ دمروا الشعب، ما صرا والو، الشعب فزع عليه هنا، طيح 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 آثار فرنسا طيحوه. بهم اثار فرنسا ولا كيف ما استعملوا الحجاره هذه؟ بهم اثار فرنسا وباهي نحيوها وكذا وهذا مكان. وندموا ولا ما ندموش؟ ودروك ندموا. المعتقل هذا كان فيه مسجد ولا ما كانش؟ هذا ما فيش مسجد، كان فيه نتاع الجرم. ايه ما كانوش هنا. معتقل سياسي هذا، مركز تهريب. هذا العدد تاع المعتقلين اللي يكونوا فيه بالضربه واحده قداه يكون تقريبا؟ يكون 20 30 هذا مكان. لا اكثر. يسمى باساجي اللي مات مات واللي يستنطقوه ويهزوه يروح يطلعوه المسيله. والسكنات اللي كانوا دايرين به كانوا قراب ولا ما هنا يعني؟ ايه السكان. ايه وقراب. مخليينهم ما تلفوهمش؟ سيلان حاجز ما بيننا وبينهم. ما تلفوه ما اذوه. بسمى ما كانش جدار، كان سيلان. سيلان. وقريطات. سيلان، وهذا قريطات هذو. ايه. ايه. كان الربعه. زيد، وانتم كيف ما تحكوا لنا عليه ولا؟ هذا هو الشيء اللي حكى لك الحاج، هذا هو واحد يعرف على يحكي لك. هذا هو الرسمي. معليش. سمع اذن يحكموا الحبس استاذ. هي مانا مثلا. هذو اكثر مني، كاين انا نسمع بالحاج تواتي، نسمع ب اسمع بخوش تواتي بالقليه الاخر اللي داهم البراج بزاف منا هذيك سعيد بخليفه. ايه هذو هذو كل خدمه سعد بن عمر كل داهم البراج وقت مانيش عارف قداهم في البراج خدموا ناس ياسر مي متخفيين. هل كاش من جا وثق على هذا المكان؟ سعدي ما جاش لهنا جا وثق عليها ولا راجعي ولا دكاتره نتاع وين الجمعيه راه متكلفه بهذا العمل؟ هي البلديه في مطبوع كاين مطبوع 99 دارت له مخطط. البلديه راه دارت له مخطط. اها ما نعرف المخطط هذاك وين راه. مطبوع البشير واش دار فيها؟ راه يظل مسكين يصابط واش كيتم يظل يجري وجا ايه؟ بدا معلومات وكذا والله ما نعرف واش داير فيها. هو دروك هو هو ان شاء الله نتلاقاو به. هم هما حافظوا على الجرف بصح ثاني مازال الجرف ثاني ممكن يولي يضيع لهم وكان ما يحافظوش عليه. على الجرف حافظت عنه الدوله ثاني ايه؟ دارت له سياره ايه؟ دارت له كلش مش كيما هنا. وهنا كاش ما يلقاو حوايج راهم مخبينهم في ديارهم الناس اللي يسكنوا هنا ولا ما كانش؟ كانوا يحبوا يديروا متحف ولا ما كانش هم مسكن فيه هذا؟ مسكنوش فيه. واحد مسكن ما مسكنوش فيه مسكن. لا انا مش على السكنه دوكا راه كان في حوايج لهنا. قصدي انا كانوا يحبوا يديروا متحف لهنا قدام قدام المقام. يا ودي في ذاك الوقت جاه المير سكن هنا جاب السكان هنا المير اللي حكم الخوني هذا ربي يرحمه ما انا عارفين لا كش ما لقى ولا كش ما دا ولا والله. سمم على بالكمش. اي الله يبارك شكرا جزيلا لكم. شاطر. اي هو قال لك ديوني ليه. ايوا شاطر نروحوا ليه. ادي على الشاطر. ايوا نروحوا. واش كاين استاذ؟ شاطر تاع فرنسا بكري داير. تاع فرنسا بكري. مازال هو. روحوا ليه نشوفوه. هاي روح. دوكا هذا القريطة اللي رانا فيه. هذه مقابلة هذيك اللي صورنا فيها قبعه. ايوا الله يحفظك. اسمع لي هذيك اللي كانت موسخه ما قدرناش نقشوها هذه مقابلتها وحده اخرى منا وين راح؟ وين هذا؟ عبد باش رحمني رحمني بين ورا الشجرات هذوك ولا؟ روح ارجع من شوف ارجع ايه عليين وحده دوك نروحوا ليها بعد نروحوا ليها موش شارت موش شارت خلاص انا شفتها ايه شوفها بربي هاي ورا هذاك الطفل هذاك اللي هاك خلاص اذا هذه مقابلتها واحده اخرى هاي هي
هاي منها ورا ال اخرى وراها تشوفها ها وراها راني شايفها هذيك اللي كنا عندنا هذيك اذا هذيك وحده هذه ها وراها وحده اخرى وهذه وحده هذه نحاولوا نخشوا ليها نقدروا نخشوا ليها هذه ندخلوا عند سعيد ما قدرناش نخشوا ليها ندخلوا الكاميرا من الطاقة اخي نفسها ولا هاي اي نديروا الضوء نخرج ما عليش ما يبان والو محلوله هيا روح هيا هيا روح يفتح علينا ايه يا ربي يفتح علينا ان شاء الله امين امين يا رب اسمع حميد كاين تدور ها هاك شي ضواي وعاونونا برضواو كاش ما عندكم هذه الكاريت هذه الكاريت قد ايه كانت تهز هذه 20 22 هي واش هي 20 55 تراسه لابوي قعد فيها وهذه هم هي دوريجين هكذا والله دوريجين ما تمسش ما تمسش خدمه فرنسا هذه خدمه فرنسا شوف هذا الخارجين ايه هاي واحد اخرى ثاني روحوا جول هي روحوا جول هي كي المعتقلين انتم روحوا جول هي برش ارواح 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 ما تخافش ارواح انا نقولوا كي المعتقلين هكذاك هكذا يعني الوقفه تاعو يسمى بينه وبين هذاك واحد متوسط في الطول شبر كان يعود طويل طويل ما ياه شوف ايه ايه شبر ايه شبر ايه 50 تراسه وتهز خمس سماه 50 تراسه يحفروه ما على بالكم الله يبارك في خمسه الشيخه انا يا ابوي مجاهد هذيك الظهره ويا يقول ديما يحبس لي فم يقول لي يحبس ونروح انا وياه وش تقول يقول لي في هذه القريطه قلت له قريطة نشوف فيها قريطة شامرة. إيه. قال لي 50 تراش حاشاك وحاشا قدرك. لا حول ولا قوة. قال لي أبوي أنا في نفسي يا أبوي. قال لي حاشاك وحاشا قدرك البول نشربوه. نداولوا قال لي 50 تراش كل واحد يتبدل يجي توا من أبوه لا حول ولا قوة. قال لي باين حراسه هكا نشوف الهواء. ولا. بطل يا ودي. عفتوا يمكن ما على بالهمش بهم خلاص عفتوهم ودخلوهم. قال يجونا الفاري كيما كانوا الكسبار كيما. البشر ما عندوش ما عندوش. قال يجيبونا الخبز هالكسرة يابسة يعطيوها لنا ولا قارو. برقع. للشير قال ما حبسوش عنده. قال يجي فايت مني يعطيها لنا وفوت. بيك وقتاش توفى؟ توفى في 98. هو لا قبضوه. اه. لا حكمه ذكره هو خدم على فرنسا مجاهد يخدم المسؤولين هذا الدوار كل يخدم مسؤول الدوار كل يخدم مسؤول اللي يخدم هذا يخدم واللي يخدم مسؤول لما اشتراك ويا و كان يعاني ولا ما كانش يعاني من ذاك الوقت اللي سواء ينوض مخلو ولا يتفكر ذاك الوقت ولا يا ولدي منها ولات حكمته المعدة تاعو شرخيط داوى داوى دا قالوا له الشيخ راه عندك التهاب في المعدة ما نقدروش نداووك اجل اجل اخي نلحق تزل قداه هو قبضوك عند لهنا جاب هنايا حوالي شهر وبعد بدوه المخارقة هاي بالمسيلة من بعد ولا جاب ست اشهر ولا زادوا عقبه ما عرف من جهه دوم البراج من البراج كانت مخرب يقولوا ايه مخرب قال جنب وديع ما نسمى ولا عقبه القارب ايه جيت سعيد وش قلت لي اسمه؟ ها؟ وش اسمه؟ بريك المبارك ايه ربي يرحمه ويسعده وين هذا؟ ناس الجماعه بريك سعيد حتى اخوه السعيد مكسرين صباعه ايه ايه كسرت له بريك سعيد مكسرت له فرنسا صباعه مات ربي يرحمه عمي هذا ملوي عمي الاخضر انا باللبنيه الاخضر هذا هو يخدم هو وياه باللبنيه الاخضر من فرنسا يخدم هو وياه على باله عنده بنو عندهم مجاهدين عنده قلت لك سعيد من هذا سمعهم مكسرين مجموعة من روح منه حكايه
دوكا هذيك البلاصه هذيك هذاك الشاطو دو تاع تاع المعتقل. الشيخ قول لي هذاك البير اللي راه كان فيه موتور راه من الشامبره هذيك نروحوا عليها كان فيها بير والبير هاو مازال الازرق هنا قام مسكرين عنه. هذاك هو مصطفى الشاطو دو والبير هذاك يدفع للشاطو هذا والشاطو هذاك يوزع على الفيلاج كله. كانت سينيسما استاذ كانت سينيسما فيها بس ايه ريزو 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 اعطيك الصح يمشي الماء كامل للفيلاج. وهذه المدرسه ممكن راح تبان للجمهور باللي راها قديمه راها من 71 ماشي قديم هذه خدمه استقلال هو نفس البلان خدموا به في مئات من المدارس يعني. ايه خلينا هذا الشاطو هنايا هذا خدمته فرنسا وهذاك البير خدمته فرنسا. هذاك اللي راه بالباب بير. بير ومازال فيه الماء ولا ما؟ مازال بير الازرق. الماء ما فيهش. مازال بير الازرق. المازال تاعها فرنسا. وهنا هذا شاطو دو تاعها. يطلع من البير يديروا له ومن بعد يوزع يوزع الله هذا التيو تاعه. ايه من رايح البير كما هو. ايه راه فيه دخل حدا يدخل هنا عندنا البير هذا هو هنا اطلع التليفون خلاص انا شفته خلاص انا صورته المهم راه مسكر خاطر الشيخ هذا عبد الرحمن يقولوا له بصا وش عبد الرحمن هو العساس تاع الكهل ها هو المجاهدين من جبل هذا العساس وش من عام؟ وش من عام؟ 150 ايه نحكيو على الناس الوامي قالوا الناس 150 صحيح جملوا الشعب هنايا قالوا لهم اودي ماذا بكم انتم فرنسا هذه دوكا تهتكهم ايه وش ندير لهم هنايا دوكا هذه فرنسا وتقوات عليهم ايه قالوا لهم ولا روحوا لموا اللوح نتاعهم والبيبان هذه طيحوها ولموها لهاي وحرقوها تاع ال تاع الفلاج تاع السكنات تاع السكنات التي مازالت مستعملتش كمعتقل ما لحقتش صحيح طالع الفلاج ولا جاهم الاخبار هكذا لموا الشعب جاهم الشعب لموا الحطب هذاك حرقوه كي حرقوه جات القوات العساس قال لهم اودي حنايا دروك حنايا الجر قداه بعيد منا 6 كيلو ايه سما كنت حرق الدعوه من هي تبان تبان ايه دايرين تليفونهم دايرين ولا العشاش قال لهم اودي كتهوني انا وش نقول ايه انا من عشاشي كتهوني حطوني لها هي وروحوا جات الثوره من دروكا من الكاب ايه على الفلاج جاو لي شارع جات حاطحنا شافوا النيران في الليل ايه ما حتى الجنود حاضرين معاهم فدايين وكذا لاحقوا هنايا وشني هذا قالوا لهم اودي هاكم شوفوا جاونا الناس جاو من الجبل كيما انتوما قالوا لهم جاو ناس كيما انتوما السالحين قالوا جاو هنا لموا القاشي هيا لموا الحطب هذا احرقوه راهم حرقوه وهربوا والعساس هاهم كذا داروا عساس كتفوه اي كتفوه هيا كتفوه قالوا ما عندي ما ندير الاساس هذاك مازال حي ولا مات؟ مات مات بعد الاستقلال يسمى مات بعد الاستقلال بعد الاستقلال خلاص مات بعد الاستقلال هذا ولاو قالوا لهم ودي احنا دوكا كذا ما عندنا ما نديروا لهم المهم ولاو قالوا العشاء من هاو جات فرنسا تكنت جات فرنسا ديك الساعه حق جات فرنسا وبدا هذاك الساعه النظام تاعهم ايه
والشعب اللي كان هنا ذاك الوقت هرب كشوار راح يشعلوا النار سدوا وهربوا شايش اسمع داخل بالزبر وشايش وراحوا مع الوداد وين راحوا؟ راحوا مع الوداد مبارك وين راحوا؟ عندي حبيب قال راه في مصريره نهز ولادي وعائله تاعي وانت انت قلت حكيت حكايه وين راحت امك ولا من ساعه؟ انا قلت لك في الليله تاع اسمع الليله تاع اسمع 58 في ذيك الليله انا يا هربت بيا ما هربنا هذا الدوار انت كنت ما زلت ما زلتش نزلت 58 هربت بيا ما دانا دانا خونا الكبير بالحسيني كي بلاصه يقولوا لها بالحسيني نقمت بالقليه نقمت تاع الاخر اللي داك ولي المغي خوالي ما قيش ودانا سمع تما هربت خوالك دانا خويا انايا وما بالحامل بيا زيدت بيا ثم يكي وهنا اللي دارس بعد اللي دار حولي دارس تحت وقيله ربيع نعمة هكا نعمة ما تبانش نعمة تلحق للخيل اللي هنا وكاين كاينين الوداد كانوا كاينين الوداد يديروا شلاليك هكا ويديروا عمد وسكرهم ابو لادم حتى ولا عيط لهم اليطنا قال لهم قول لهم يجيو ولا ورجعوه قال لهم قول لهم يجيو على بالك علاه يرجعوهم هما علاه يرجعوهم في رايك يرجعوهم لديارهم اي ولا مانيش عارف إيه باش يستانسوا بهم غدا شي يولوا يولوا يدرقوا بهم اي ولوا يدرقوا بهم يجي اليطن هذا ينده العسكر تاعو يشري من عند اماتنا البيض الدجاج المهم الحوايج اللي يحتاجوها كما التقاليد تاعنا حنايا يدوها يشروا بصوارتهم من عند ارواح الحاج له روحت وانت كيف وين رحتوا ذاك الوقت؟ احنا هربنا الناصرية من جهة المطارفة. ايه. قلت لهم الناصرية هذو. والدينا المهم وشاكينهم ثم بالفلاح. ورجعتوا كي قالوا لكم ارجعوا ولا؟ رجعنا. بعد ما فرات من بعد ما فرات. الدار تاعنا. راك شيخة. هي كي تعطي العافية. يرجعوا. الحالة مش مليحة اللي يهرب راحتي يهرب. يهرب من السوام يهرب. لا قعدوا من بعد يهرب للسعادة يهرب. من بعد تو عرس الجبال هذو يجيوهم عاشيوهم ويقعدوهم هذا الدوار اللي تشوف فيه. وكان عاد ما كانش يسرى كانوا مامبا مامبا ديال الدار. ورا عندكم دوك الدوار فيه الكاس فيه التيستي كامل. الكاس ما كانش. الكاس حابرين. هاربين اكسايد. فرج ربي فرج ربي. سبحان الله. احنا وش نقول لا اله الا الله محمد رسول الله وتحيه للجزائر هذا ما نقوله.